من الحاجات اللي شغلت بال ناس كتير السنة دي كانت الميتافيرس، وخدت نصيبها من الترندات في 2022 طبعا، ده بسبب التطور اللي عملته شركة ميتا للواقع الافتراضي، خلت ناس كتير كانت عايزة انها تعرف ايه هي الميتافيرس. بس هل فعلا عرفنا ايه هي الميتافيرس، ولا هي لسه فعلا غامضة بالنسبة لنا لحد دلوقتي؟ تعالوا نشوف التقرير ده. الكلام عن تقنية الميتافيرس السنة دي كان صاحب النصيب الأكبر بين التقنيات الحديثة، وده بصفتها إنها تطور رئيسي للتجارب الرقمية. لكن التقنية دي لسه غامضة حتى عند كتير من الأشخاص اللي بيمتلكوا أفكار التطور الرقمي. الميتافيرس أصلا هي حديثا لما فيسبوك غير البراندنج بتاعه وخلى اسمه ميتا، وهو عمل دفعة لكونسبت كده كانت موجودة قبله بقالها فترة طويلة. فهو دلوقتي تحديدا الميتافيرس هو العالم الافتراضي اللي أنا ممكن أخشه كمستخدم على الإنترنت باستخدام جهاز بلبسه في عناية وفي وداني، فبشوفه بسمع من جوه، وممكن كمان أدي حركات بإيدي، وممكن يبقى فيه سكانرز حواليا بتعرف حركة جسمي. الآلية دي بتخليني أن أنا أقدر أعيش جوه عالم مبني من 3D، فبالتالي أنا ممكن أعيش في أي حاجة بحيث أن أنا أبقى أني عايشها بجد. في عالم الميتافيرس مفيش حدود للواقع إلا خيالك، تقدر تعمل كل اللي أنت عايزه وتظهر بالشكل اللي تحبه وتروح لأي مكان من غير ما تتحرك من مكانك. الفكرة إن الميتافيرس مش هتغير الطريقة اللي بنشوف بيها العالم بس، لأ ده كمان هتغير طريقة مشاركتنا فيه، بداية من المصنع وصولاً لغرفة الاجتماعات. ودي ميزة من مميزات الميتافيرس، إنها ممكن تسهل على الناس حاجات كتير. بصي، هو دايماً الناس بتتطلع للحلم، فدوت هيسهل الحلم، إن أنا ممكن أحلم إن أنا عايش في كوكب تاني، أحلم إن أنا رائد فضاء، أحلم إن أنا قائد قوات جوية، أو إن أنا أعمل حياة اجتماعية بتحاكي الحقيقة أو خرافية للحقيقة، لأن برضك الحياة الخرافية ديت لطيفة. يعني إحنا الشيء بشيء يذكر، لسه فيلم أفاتار وده عبارة عن ميتافيرس كبير قوي، فتخيل إن في واحد جه نفذه على الميتافيرس وبدأ يسمح للناس يجوا تو جيت أفاترايزد ويعيشوا جوه المجتمع اللطيف الجميل ده. سكاي ذا ليميت، هو لسه في طفولته، هي حاجه لسه في طفولتها. التنبؤ ان هو هيكون ايه بالظبط ما نعرفش لسه. ومع تسارع تطور تقنيه الميتافيرس وسرعه انتشار الاخبار الخاصه بيها، في معلومات كتير مش صحيحه الناس بترددها عن الميتافيرس، وده بسبب ان جزء كبير من التقنيه دي لسه مش مفهوم. ابرز الاخطاء اللي متهم بيها غلط الميتافيرس ان هو هيبقى بديل للحياه، وان احنا هنعيش جواه ونتعلم ونذاكر لا، مش هيحصل كده ابدا، ولكن هيبقى في جزء من نشاطنا بنأديه عليه سواء الترفيهي او العمل. كان من اشهر الحاجات اللي الناس اتكلمت عنها في تقنيه الميتافيرس هو ان الانسان يقدر يشتري ارض او عقار في العالم الافتراضي، وكمان يقدر يبيعه وقيمته ملايين الدولارات. ولكن هل الكلام ده صحيح وواقعي ولا لا؟ دلوقتي في اصول ممكن تروح تشتري قطعه ارض في الميتافيرس الفلاني، او تشتري مبنى في الميتافيرس العلاني، او تشتري هدوم، او تشتري اشكال، او تشتري في حاجات كتيره خلاص في الميتافيرسز البدائيه اللي بدات تظهر، بدات في حاجات بتتباع وتشترى. ورغم كل اللي سمعناه، لكن هيفضل جزء كبير من التقنيه دي لسه مش معروف، وكمان السنين الجايه هتشوف تطور كبير جدا للميتافيرس وظهور تقنيات اخرى مشابهة.